نحن جايين مستشفى الهوادي عشان نزور المريضين والهني والجراحين، هم ان شاء الله ينوضوا بخير يا ربي بجنة، كلنا نساعدهم ونطلعوا قد معمر قدافي. احنا جايين هنا عشان نهدوا هدايا المجاهدين المسكاتة المصابين، نقول من احنا معاك ربي ينصينا. نحن جايين هنا عشان نعطوا الهدايا لهم عشان هم قاعدين يحموا فينا، ونحن بنعطوهم هدايا عرهم عشان هم ينبسطوا. في مشكلة توا في المسورات، كل شارة توا في مش كيف قبل، في كتير كسر كسر كسر. إن شاء الله شباب ليبي فرص، وكل ديري سيانة في مدينة جميلة مرة تانية إن شاء الله.